مرحبا، اليوم بدي اعمل انا وياكم طريقة تحضير معجون الفلايفلة الحلوة. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله. اكيد نظفت هيدول كلياتهم من البزر، بس تركت حبي لننظفها مع بعض بهيدا الشكل. نظفها منيح من البزر. نظفناهم كلياتهم، هلا بقطعهم شوي بهيدا الشكل. بعد ما قطعتهم هلا بدنا نبلش مع بعض. بحطهم بمكنة اللحمة. بقسمهم تقريبا على قسمين. كمان بحط الباقيين. انتهينا من التنعيم. بعد ما فضيتهم بالطنجرة هلا بحطهم على الغاز على درجة عالية. بس غلوا بهذا الشكل. هلا بحركهم، بخفف الغاز على الأخير وبتركهم يغلوا على مهل. بعد ما خففت الغاز على الاخير هلا حوالي كل ربع ساعة او 10 دقايق بحركهم شوي. بعد حوالي 40 دقيقة بس صار الفلفل بهيدا الشكل، نعمل بهيدا الشكل ما يطلع مي. هلا منطفي الغاز وبنتركهم على جنب ليبردوا. بعد حوالي ساعتين بس برد منيح المعجون بهيدا الشكل، بنحط فوقهم ملعقة صغيرة ملح ومنحركهم مع بعض. بحركهم منيح مع بعض وبحطهم بمرتبان. بسم الله. بعد ما حطيتهم بمرتبان هلا منحط على الوج زيت زيتون. بعملهم بهيدا الشكل وصاروا جاهزين لأي استعمالات. هيدا معجون الفلايفل الحلو اللي عملته أنا وياكم. بتمنى يلي بيحضر الفيديو يبعت تعليق إذا عجبته الطريقة أم لا، وإن شاء الله بشوفكم بالفيديو الجاي. باي باي.